اليوم جينا للسوق حبينا نشوفوا الاسعار، حبينا نشوفوا المواطنين ونشوفوا القدره الشرائيه نتاع المواطن اليوم تحسنت والا لا؟ شوف في بعض حالات في حاجات اما بالنسبه للكلام اكثر من الفعل. قالوا الزيت، وين الزيت؟ ما هكا ولا تتصور انت الناس تدبر في روسها في المواطن، مش تشي يعني تبيع وتشي في المواطن ولا يعني احنا ولينا الاسعار مرتفعه ولليوم الاحتكار مازال، احنا ولينا كالسعي وهو اي لا لا ما موجود، يعني يسيروا كما يحب، يعني هما ولاو بانديه على الحاكم. لو الحاكم ينزل عليهم بعصا حديد تو تشدوا ثنيه الناس الكل، تو يشدوا ثنيه الناس الكل. اما الحاكم بالطبيعه كانوا خايف منهم، كانوا خايف منهم تفافيه، كان ينحي الخوف ويصدم كما عمل تو الرئيس. تو هو وحده قاعد يهبها بوحد والاطراف ان شاء الله ربي يهديهم معاه، ان شاء الله ربي يعاونهم. قل لي امي شنو احوال الاسعار اليوم في السوق؟ والله هكا تشوفي ها تاخذ بعينك وتشوف الواحد هاوي، يعني الاسعار ما نقصتش قاعده هي لو والله زاد طلعت كيلو كرموس باش تاخذ 6-7 من الناس رجال ايش باش يعمل؟ شوفي البلاك الخوخ كيف هاوين وقدام ماشي مراقب في السوق، ما فهم حد ما يريني حد يدوروا ها وتمشي طق الغلا والكوي الزيت معمولك الربي، ونقول القيس الجعيد وش اسمه ذاك ياسر ايش اسمه سامي معي رئيس الحكومه سفيان المشيش نقول له بجاه ربي ابو محمد طيحونا في العيش، ونشكركم على 300 اللي اعطيتوهم منا يرحم والديك. خذيت انت 300؟ هاي خذيت 300، قول له يرحم والديك ويكثر الف خيرك وان شاء الله ربي يثبت طجرك. واكبر مزيه اكبر مزيه عملوا لنا زيت تشوين الدبوزه ب 18 وب 17. يعني اليوم كي تمشي ما تلقاش زيت وحتى كان تلقاه غالي؟ ماشي، انا نسكن في منوبه حي بوستي، العطاره يجيبوا يعطوه بالوجوه ها نقول لك معروفين، عطاره حي بوستي تمشي بالقضيه باش تاكلوا كل يوم كسكسي ومكرونه ما تجيش نهار ما يقول لي نهار هكا نهار هكا ما فهميش، صدقيني دبوزه من خلا ما تشدش خلي ذاك اللحم ما نحكوش عليه. طلع ب 30 و34 ما نحكوش عليه، احنا عطينا الغله هكا كعبه غله حويجه اللي نسقطوا بها هذا طالبه منه. شحويل القدره الشرائيه اليوم نتاع المواطن؟ شحويل الاسعار في السوق؟ ما شوف فيه ما نعرفش بنيتي قداش الغلو، هما يقولوا غالي ما يقولوا رخيصه والله اعلم. فرابور كي دور تقضي قبل واليوم بعد قرارات قيس سعيد نقصت كما الوعود اللي سمعناها والا لا؟ نقصت شويه خير من اللي كانت طالعه برشا. فما شكون اليوم يقول لي الاسعار اللي قاعدين نسمعوا فيها مانيش قاعدين نلقاو فيها في السوق، فما شكون يقول الغلي مازال، فما شكون يقول ما فماش مراقب في السوق؟ حسها انا نقصت على قبل وكاها نقص شوي مش كيما كانت طالعه برشا كذا في الفلوبات، وهي بطبيعتها ناقصه الخضره الكل.